عايز أقول لحضراتكم واحدة من أهم طرق التسويق للمتاحف هي إقامة معارض مؤقتة بأفكار مبتكرة. هذه المعارض ربما بتعتبر عنصر جذب كبير جدا للمتحف وخصوصا للي زاروا قبل كده. خلينا نقول إن مصر بقى عندها حاجة اسمها الثقافة المتحفية الجديدة. إحنا كان عندنا متاحف زمان بنعرض فيها أثرنا بشكل تقليدي، النهاردة عندنا متاحف في المطارات، عندنا متاحف في شرم الشيخ والغردقة في مدن ساحلية، عندنا متحف هيعد الأهم والأحدث والأكبر والأضخم والأهم في العالم وهو المتحف المصري الكبير اللي هيفتتح إن شاء الله خلال شهور قليلة. عندنا أيضا متحف مبتكر أو جديد تم تنظيمه تحت معرض أو تحت عنوان نظرة على الأزياء منذ عصر المماليك حتى عصر أسرة محمد علي باشا. قد إيه الاسم ده جميل وقد إيه فيه تفاصيل كتير. هذا المتحف هيقام في متحف الشرطة بتعاون مع متحف قصر الجوهرة. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا المعرض، الأزياء المعروضة هتبقى عاملة إزاي، هيستفيد أيضا متحف الشرطة من هذا الأمر إزاي. بصحبتنا الأستاذ عبد الباسط محمود مدير متحف الشرطة. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد الباسط. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني إحنا بنتكلم في حقب تاريخية مهمة جدا، عندنا من المماليك لمحمد علي كام زي اتغير واتغير إزاي، وهل هتاخد الأزياء الخاصة بالجنود ولا بالأمراء ولا بالشعب، وهتعرضهم إزاي عندك في متحف الشرطة قبل ما نخش باقي التفاصيل؟ هو عنوان المعرض اسمه تنوع الأزياء وتطورها من العصر المملوكي والعصر العثماني وعصر أسرة محمد علي. تمام. طبعا احنا استحالة هنقدر ناخد كل تطور الأزياء، فبناخد أمثلة، والأمثلة غالبا عشان برضو التخصص بتاعنا بيبقى عن الشرطة، عن تطور لبس الشرطة. تمام. في العصر المملوكي وعصر العثماني وعصر أسرة محمد علي. عظيم جدا. عندنا محاكاة بيعرض مجموعة من التماثيل بتجسد محاكاة المجلس العالي اللي كان بيرأسه محمد علي باشا. ده كان بيبقى عبارة عن نظر في شؤون الدولة ومظالم الناس. كان محمد علي بيتوسط الجلسة، وعلى يمينه ويساره طبعا قادة القضاة والوزراء والمستشارين، وبيقف أمامه صاحب المظلمة اللي بيكون غالبا من الفلاحين، ويتقدم صاحب المظلمة ترجمان، لأنه احنا عارفين محمد علي في بدايته ما كانش بيعرف اللغة العربية، فكان لازم في ترجمان بيترجم بين الفلاح وبين محمد علي. وبيحط بيهم اثنين من الجنود المسلحين وأحد ضباط التشريف. دي بالنسبة بنسميها جلسة أو محاكاة المجلس العالي لمحمد علي باشا. تمام. الجانب الآخر في جنود بيمثلوا طبعا الفكرة نفسها، اللي هو إيه، جندي من العصر المملوكي وجندي من العصر العثماني وجندي من عصر أسرة محمد علي. لو بصينا على الجندي اللي من العصر المملوكي هنلاقيه بيرتدي سداري كحلي على قميص أصفر وبنطلون أبيض وغطاء للرأس وبيادة. تمام. الجندي اللي من العصر العثماني بيرتدي جاكيت أزرق على قميص أصفر وبنطلون أزرق وغطاء للرأس وصندل. تمام. اما الجندي اللي من عصر اسره محمد علي بيرتدي قميص ازرق مع بنطلون ابيض وغطاء الراس وبياده. دي عباره عن التماثيل. طبعا عندنا لوحات بتمثل تطور الازياء دي. تطور الازياء. لكن المتحف مش بس هو المعرض بس، المتحف فيه طبعا حاجات فريده من نوعها، في ماستر بيسز، عندنا في حاجات كتيره موجوده، عندنا طبعا معركه الاسماعيليه الاشهر في المتحف اللي اتاخد منها 25 يناير. يمكن لو عند حضرتك وقت ممكن اديك نبذه. يعني دي بقيه المشاهد اللي في متحف الشرطه. طب ليه المتحف ده مؤقت؟ انا برضو ما فهمتش حاجه زي كده. مش المتحف المؤقت يا فندم، امال المعرض المؤقت. ايوه، المعرض اللي هو الخاص بالازياء ده ليه هو مؤقت جوه المتحف عند حضرتك؟ ما هو ان شاء الله، يعني هرجع طبعا لرؤسائي، ان شاء الله المعرض ده، لانه احنا فتحناه في اول ايام العيد، فكان عليه اقبال منقطع النظير، لدرجه يمكن لو بعت لحضرتك الصور والزحمه اللي كانت على المعرض، ففعلا كانت حاجة تبهر. فإن شاء الله يعني أخذ إذن من الرؤساء إن شاء الله ويستمر المعرض مستمر عندنا. إزاي ده هيضيف لمتحف الشرطة في ظل إن زي ما قلت لحضرتك كده بقى عندنا يعني ثقافة متحفية جديدة
وازاي هتسوق له ايضا عشان تجذب عدد كبير من الزوار لهذا المتحف؟ احنا بنسوق على طبعا السوشيال ميديا، طبعا هي الاساس دلوقتي. المعارض احنا كل يمكن كل شهر او كل شهرين بنعمل معرض مؤقت، فكره مختلفه. يعني يمكن حضرتك غير المعرض ده كان في معرض في اول رمضان كنا بنعمل، احنا عندنا مدفع رمضان. مدفع رمضان ده للاسف ما تسوقلوش صح، لان احنا المتحف المدفع الوحيد اللي في العالم اللي عندنا اللي اتخذت منه فكره مدافع رمضان على مستوى العالم. تمام. اتخذ من عندنا، هو من عندنا المتحف المدفع اللي الموجود في القلعه حاليا. تمام. هو اللي خدوا منه فكره انه كل مواد الفطار انه المدفع بيضرب على مستوى كل بلاد. انا عارف ان كان في قصه شهيره ان هو ضرب بشكل خطا اثناء الافطار، فظن المصريون ان ده تقليد فتم تكراره. فراحوا يباركوا للوالي طبعا على اللي حصل ده. يعني كل ده بقى صدفه، كان صدفه بس. هي كانت صدفه، ربما يكون صدفه فعلا بتطرح فكره. أيوه. ومن هنا خدنا الكل، كان كل اذان مغرب يضرب مدفع الافطار. صحيح. ومن هنا برضو بلاد العالم الاسلامي كلها خدت من مصر فكره مدفع الافطار. تمام. طيب احنا بنسوق ازاي الكلام ده مثلا لاولادنا في المدارس، لجامعاتنا، علشان يتعرفوا على هذا الامر، علشان يعني يبقى عندنا نوع من انواع التواصل؟ عندنا الصفحه بتاعتنا في المتحف، وعندنا طبعا امناء اثار مدربين على اعلى مستوى بيصطحبوا الزيارات المدرسيه والاطفال وبيشرحوا لهم، وفي عندنا ناس بتروح المدارس بتعرض المعارض وبتعرض فكره المتحف نفسها. احنا المتحف فكرته نشأ عن، احنا بنعرض تاريخ الشرطه من العصر الفرعوني الى العصر الحديث. كويس. مرورا بكله. العصر الفرعوني على فكره كانت عندنا شرطه، كانت بتحمي الامن. اكيد. كانت عندنا شرطه نهريه في العصر الفرعوني بتحمي النهر. جميل. مرورا بكل من العصر اليوناني الروماني لحتى العصر الاسلامي حتى العصر الحديث. وبنفس الوقت انجاز. طب ايه يعني ايه اللي خلى المتحف ده جديد، او الازياء من اسره المماليك للمحمد علي جديد، بما ان حضرتك عندك كل التسلسل الزمني ده؟ الجديد ان احنا بنعرف، عايزين نعرف الازياء. العصر المملوك الناس كانت عايشه ازاي، ازياءهم ازاي، بيتعاملوا ازاي، لبسهم ازاي. العصر مثلا العثماني الازياء بتاعته ازاي. فلازم الزائر او اللي هيجي يشرحنا يشوف حاجه، بيشوف حاجه جديده. المتحف بتاعنا فريد مش موجود، متحف متخصص مش موجود، مش موجود زيه في مصر. احنا لازم نبرز دور الملابس وتطورها. صحيح. طب وازاي بتبرزوا دور بطولات الشرطه في ظل تضحياتهم اللي فيها ارواح كتير ربما زهقت في السنوات العشر الاخيره، ازاي متحف الشرطه بيلقي الضوء على هذه البطولات؟ متحف الشرطه بيبرز الانجازات، اولا طبعا في جزء كبير بيعرض تاريخ الشرطه، غير تاريخ الشرطه بنعرض انجازات الشرطه، ايه الحاجات اللي الشرطه عملتها؟ يعني على مستوى الاثار الشرطه بسم الله ما شاء الله ضبطت كميات كبيرة على مستوى العصور المختلفة، كميات كتيرة من الآثار هي كان الشرطة لها دور رئيسي فيها. دي حاجة. عندنا قاعة تزييف والتزييف العملة، إزاي الشرطة برضو بتحاول توصل للي بيزيفوا العملة. عندنا قاعات مختلفة، طبعا عندنا القاعة الشعبية الأشهر بتاعة راية وسكينة. عندنا حاجات كتيره. طبعا الشرطه لو قعدنا نتكلم من هنا لبكره مش هنقدر نوفي الشرطه وتضحياتها واللي بتقدمه لمصر من انجازات، مش هنقدر نوفيها حقها. بس احنا بندي يعني امثله صغيره بس. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال بس، يعني ايه يعني ارجو انه يتخذ بشكل يعني عندنا حاجه اسمها الثقافه المتحفيه، وعندنا نوع من انواع الابهار اللي هو الهولوجرام وال3 دي دايمنشن اللي هيبقى في المتحف المصري اللي موجود زي ما شفته في المتاحف الاوروبيه والامريكيه، بينما تقتصر متاحفنا على الشكل التقليدي اللي هو الحاجات الثابته، ما فيهاش عناصر الابهار اللي بتخلي الناس تبقى عايزه تخش المتحف ده، ليه يعني ده ما ظهرش في متاحفنا الحاليه؟ هو يمكن التقنيه دي ابتدت فعلا تخش، اللي هي الميتافيرس، انه الواحد ممكن يزور المتحف وهو قاعد في البيت او يشوفها او يخش ويتفرج من غير ما يبذل مجهود ويجي للمتحف.
دي ابتدت تخش يعني لسه برضو احنا دي افكار بندرسها وبنحاول نعملها، لان طبعا الحاجات دي بتبقى مكلفة. بس بنعملها يعني احنا ماشيين على الطريق. يعني نطمن ان اولادنا في المدارس وفي الجامعات هيبقى ليهم تخفيضات وليهم حاجات، لو حضرتك يعني عايز تقول طبعاً المكان الاسعار. احنا برضو بنرحب ان ده متحف الشرطه، ده متحف قومي ربما يعني بيهم كل المصريين. على اي حال بنشكرك يا استاذ عبد الباسط، الاستاذ عبد الباسط محمود مدير متحف الشرطه، شكرا جزيلا لحضرتك. ربما اتكلمت عن هذه الاضافه المهمه جدا وهي وجود يعني متحف مؤقت لافراد الشرطه الخاصين بمصر من العصر المملوكي مرورا بالعصر العثماني حتى أسرة محمد علي.